وللكرم أهل لا يذكروا إلا معهم. أبناء منطقة شمير سباقون بالبذل والعطاء والتضحية بالمال والنفس من أجل الدين والوطن، وها هم اليوم يسيرون قافلة غذائية دعما لجبهة حمير مديرية مقبنة. جبهة مقبنة هي الجبهة الغربية الصامدة والسد المنيع لمدينة تعز، في الأساس قامت على الجهد الشعبي منذ بدايتها، وبفضل الله وبفضل أبناء المديرية وبالذات المغتربين كان لهم دور كبير في دعم الجبهة منذ البداية. لكن في هذا الشهر وجدنا أنه لابد من إعلانها، إعلان الجهد الشعبي وإبرازه، فكانت هذه القافلة علنية. الدقيق والزيت والرز والسكر وكل ما تحتاجه الجبهة وفره أبناء شمير، محاولين توفير ما استطاعوا للجبهة وهي تحتاج للكثير. نشكر أبناء شمير على القافلة رقم واحد دعما لجبهة مقبنة. أولا هذه تعتبر رسالة للداخل والخارج ورسالة قوية للأعداء للميليشيا الانقلابية بأن أبناء مقبنة جسد واحد، سواء في الشرق أو في الغرب يد تقاوم ويد تدعم. هي دعوة لبقية المناطق التابعة للمديرية للجهاد بالمال مع إخوانهم في جبهة حمير التي تعد من أسخن الجبهات وأكثرها مواجهة مع ميليشيات الحوثي التي تحاول من خلالها النفاذ باتجاه مدينة تعز.